انا ما بفكرش في الكلام قبل ما اقوله خالص، انا في ثانية برد، ما عنديش خبص، ما عنديش مكر، ما عنديش ترتيب. اصلي انا كنت وفكرت، لا ما اعرفش اعمل ده، انا مش مشكلة. مش مشكلة، بس انا ما بعرفش اعمل ده، انا بتكلم من قلبي زي ما الناس حباني. فمن اي لقاء لازم هتطلع منه ترند او اتنين او تلاتة، لازم لازم لازم. عايزه اقول لك انا والله ده كان في تأبين الراحل العظيم استاذ محمود ياسين، لان انا اشتغلت معاه فيلمين ومسلسل. شرفت ان فتى احلامي اللي طول عمري بحلم بيه من وانا صغيره مدرسه وجامعه، اني اقف قدامه امثل قدامه، دي حاجه لا يمكن كنت اتخيلها. فلما رحت التأبين بتاعه كان حديث طويل جدا، في وسط الحديث فبيقول لي غدا ليه الناس بتحب تشوفك، واي لقاء ليكي حتى لو عادي الناس بيبقى فيه ملايين. فقلت له على فكره انا يا عصبي، حتى طالع على فكره يا عصبي، انا في حاجه ما كنتش واخده بالي منها، بس في البيت لفتوا نظري ليها، انا كاريزماتيك، والكاريزما دي من عند ربنا. انا بقالي اكتر من 6 شهور ترند على فكره، يعني والناس كلها من يوم من قبل الجنازه لما طلعت مع ياسمين الخطيب وقلت ان الراجل ليه بتقول لي الراجل ليه بيخون، قلت لها دناوه، قالت لي، قلت لها وكمان في حالات تانية اني بترتبط مراهقته بالشغالة، فبتفضل ريحة الشغالة مسيطرة عليه، يبقى متجوز هانم ويدور على شغالة. ده طلع ترند، ده كان قبل الجنازة بكتير. خلي بالك الكاريزما دي، نجمات كبار دون ذكر اسامي ما يمتلكوش الكاريزما، نجمات بيعملوا ممثلين مش شخصاتية كويسين، بيعملوا ادوار كويسة فبيحصدوا جوائز او واتيفر، او موجودين عشان السوشيال ميديا معاهم فلوس بيدفعوا فبيتلمعوا اكتر. انما الكاريزما لو دفعتش فلوس الدنيا، فلوس زي الحب، الكاريزما زي الحب، يا ادخل قلبك وتحبيني يا خلاص في حاجز لا يمكن ادخل قلبك، والله من عند ربنا الكاريزما والحب من عند ربنا.